الأستاذ خالد العوهلي متحدثنا اليوم هو المثال اللي بضرب فيه الإلهام اللي يبغى يتكلم عنه. خالد سعودي شاب طموح وهي جس كا بروموتد تو ترقى في شركة دولية مثل أوراكل على منصب جديد. فأبي أحيي خالد أول شيء معكم رجال الحياة كبيرة، وهذا نوع من الأشياء اللي تخلينا نفتخر من كفاءات الوطن تمثل هذه الشركات العالمية مثل خالد وفريقه العظيم مهند وبقية الشباب من أوراكل. هذولا مثال حي لكل المتحمسين أو اللي لا زالوا يدرسون في مجالات التقنية المتقدمة. You are just few steps away of becoming the next خالد، لأنك مضرب مثل وتستاهل. الله يسلمك، تسلم. اليوم خالد بيتكلم معنا أكثر عن الداتا ساينس، وهو من الإمرجنج تكنولوجيز اللي يركز عليها في الاتحاد، ونعمل مع أكثر من جهة في الوطن أن نبني فيها القدرات. ما أبغى أخذ من البرزنتيشن الشيق جدا اللي أخذت فيه سنيك بيك، بس فحيوا معنا خالد وأتمنى أنكم تستمتعون. السلام عليكم. أول شيء أشكر أخوي ياسر على المقدمة صراحة اللي غير متوقعة، يمكن ضاعت كل أفكاري، بس حقيقة أنا يعني إذا عندي شكر أحب أقدم شكري للاتحاد السعودي الأمن السبراني والبرمجة والدرونز على إتاحة الفرصة لنا اليوم نجتمع فيكم. حقيقة يمكن الهدف الأسمى من هذا اللقاء معكم اليوم إن شاء الله أن احنا نطلع بقيمة نستفيد كلنا منها. يعني اليوم وصول المعلومة ما عاد صار صعب أو معقد، ولكن التفاعل والأفكار والcritical thinking أو التفكير الدقيق اللي نقدر احنا نتوصل من خلاله إلى معلومات تفيدنا إن شاء الله، هذا هو الهدف الأساسي من الجلسة اليوم. طبعا يمكن شفتوا أنتم موضوع الحوار كان الذكاء الاصطناعي الموظف الجديد، وتعمدت حقيقة أني أخلي العنوان بهذه الطريقة لأنه فعلا فيه مخاوف كثيرة حول الذكاء الاصطناعي اليوم بالعالم. علوم البيانات صارت اليوم الكل يتكلم فيها، المنظمات تونا الحمد لله انتهينا برضو من معسكر طويق العلماء البيانات، تعرفت فيه على شباب ما شاء الله وشابات من ما شاء الله من خيرة أبناء وبنات الوطن، اشتغلنا معهم لمدة 5 أيام على آخر وأحدث التقنيات. اليوم صار الموضوع كبير والكل يتكلم عنه، ولكن التحديات برضو فيه قائمة، وفي misconceptions، في معلومات صحيحة، في معلومات غير صحيحة، في مخاوف، في فرص. فاليوم حقيقة إن شاء الله بتكلم لكم عن الذكاء الاصطناعي ومنظومة علوم البيانات، إيش هي التحديات، المخاطر، الفرص، وبرضو إن شاء الله راح نخلي مساحة في نهاية اللقاء للأسئلة، وإذا في أي مداخلات أو تحديات يعني challenge مثل ما يقولون عشان نطلع بأكبر فائدة إن شاء الله. طبعا اسمي خالد العوهلي، اتوقع الاستاذ ياسر اوفاني وزياده بالمقدمه، ولكن اعمل مع أوراكل لمده 5 سنوات. انا مدير الاستشارات في التقنيات الناشئه وعلوم البيانات، الكونسلتنج مانجر. I just got promoted last week. ان شاء الله الله يقدرنا نكون يعني قد المسؤوليه ان شاء الله. من يعرف هذا الموفي؟ يا شو اوف هاندز. اوكي، فيلم جدا شيق. يمكن وقتها كنا نستغرب كيف كان ويل سميث يتكلم مع روبوت، ويمكن انا شعوري ما كان يعني كنت شوي خايف يعني شلون هل هذا الشيء ممكن يكون حقيقي ولا لا. الطريقه الديناميكيه اللي كانوا يتكلمون فيها والمشاعر اللي كانت تعتري الروبوت كانت جدا جدا شيء مثير للاهتمام. فكان يعني يعمل انفستيجيشن مع الروبوت، والروبوت قاعد يقول له انا اشعر، انا اي فيل، فقال له نو هيومنز فيل. فكان في الأخير وصل إلى درجة إنه يتحداه. طبعاً من يعرف المسلسل هذا؟ أوكي، سو مسلسل فرينج يمكن من أفضل المسلسلات اللي تابعتها بحكم اهتمامي في الداتا ساينس والذكاء الاصطناعي. طبعاً مسلسل طويل جداً، ولكنه يتعامل مع تقنيات حديثة ويمكن مفاهيم لسه ما وصلت أو ما وصلنا لها، ولكنها كلها ممكنة. مثلا زي ما قبل الادراك، او حتى ممكن مثلا يسمونه الواقع الموازي او parallel universe.
تحديات في الاي اي والذكاء الاصطناعي بشكل عام. طبعا المسلسل يعني يتناول مفاهيم مخيفة ولكنها جدا يعني جديرة بالاهتمام. طيب اعتقد عشان نقدر نوصل للي نبغاه لازم نوصل او نعطي بعض المعلومات عن الفاونديشنز عن الاي اي والداتا ساينس. انا طبعا ما راح يعني ما راح افترض ان الجميع هنا عالم بيانات، كلنا علماء بيانات ولا بعضنا؟ من يقدر يقول عن نفسه عالم بيانات؟ علي؟ نو؟ اني شو اوف هاندز؟ نو؟ طيب علم البيانات او الذكاء الاصطناعي يمكن نحتاج نتعرف على بعض التفاصيل الاساسيه فيه عشان نقدر نتوصل الى الهدف الاساسي من اجتماعنا اليوم. داتا ساينس او علوم البيانات والاي اي يمكنها تشترك في 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 حلقات يعني مترابطه. نبدا بالستاتستكس او الاحصاء، بعدين يجي الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، بعدين يجي بعد المشين ليرنينج، بعدين الديب ليرنينج. يمكن الاي اي عباره عن بروجرامز او برامج يعني ممكن نبرمج من خلالها اكشنز او ريسبونسز او فيلينجز، مشاعر معينه او طبعا مشاعر قد تكون بعيده، ولكن الاكشنز واللوجيكال ريسبونسز تبرمج من خلال الاي اي. ماشين ليرنينج طبعا بتغذيه الاله بهالخوارزميات وجعلها تعمل بيرفورمانس عالي. والديب ليرنينج يمكن واحده من اهم اللي هي الاجزاء الموجوده بعلوم البيانات، واللي تتناول تحليل باستخدام نيورال نتوركس او الشبكات العصبيه، وير يو كان ممكن تعمل او تعملون نوع من التحليل على الصور والفيديوز، باترن ريكوجنيشن، اوبجكت ديتكشن اند سو اون. امبورتنت او مهم نعرف الفرق بين علم علوم البيانات وذكاء البزنس انتليجنس وذكاء الاعمال. الريبورتنج او التقارير كانت تعطى على بيانات هيستوريكال، ولكن ما كان فيها نوع من الموديلنج، ما كان فيها نوع من الاستقراء للمستقبل، وما كان فيها توظيف الخوارزميات علم العلوم البيانات او الذكاء الاصطناعي. منهم علماء البيانات في 2019، طبعا نتوقع نيو يير بعد كم يوم فنقول في 2020. علماء البيانات هم الناس داتا ساينتست، هم ناس تعلموا علوم حاسب، درسوا رياضيات، درسوا علوم طبيعية، فيزيكس، فيزيكال ساينسز، وهذول دائما يجون من هالخلفية أو كمبيوتر ساينس، ويحاولون إنهم يطورون خوارزميات لمعالجة بعض المشاكل. هذا واحد من الكوتس اللي فعلا تعجبني عن طريق الـ chief economist from Google Hal Varian، اللي يقول the ability to take data to be able to understand it, process it, extract value from it, visualize and communicate it, it's going to be a hugely important skill in the next decades. So الموضوع ما هو بس اني اعرف كيف استخرج بيانات او اعمل visualization لبيانات، الموضوع اكبر. You have to go through the whole cycle. الوظائف قد تكون شوية في الماركت اليوم ما هي straight forward. اليوم لما يجي مدير HR يدور data scientist، لما يدخل على LinkedIn ما يكتب بس data scientist. They might write something like AI engineer أو data engineer. فهذا الجدول يوضح الوظائف المختلفة اللي أحياناً تسوي نوع من confusion عند الناس، نوع من عدم الوضوح. عندنا طبعا البي اي معروف او ذكاء الاعمال معروفه وظائفه، البي اي انالست، البي اي ريبورت او اوبريشنال انالست، بس في عندنا الاهم من هذا هو علماء البيانات. يعني ممكن تكون داتا انجينير او مهندس بيانات، بحيث انك تجهز البيانات للخوارزميات اللي تغذى فيها، او قد تكون انت فعلا توردز الالجوريثم نفسه فتختار الخوارزميه وتطبق الالجوريثم وتطلع الريزلت وتعملها كونسومشن وتستخدمها. فالسايكل كبيره والوظائف والتايتلز الموجودة مختلفة. وهذا طبعا برضو مثال على انه الروبوت ما حتاخذ وظائفنا. في ناس كثير اليوم متخوفين من موضوع الروبوت، يقول ان الروبوت والاي اي حياخذ وظائفنا. في طبعا سكشن كامل حتكلم عنه اليوم، وهذا طبعا مثال ودليل خير دليل انه في وظائف جاهزة تطلع. اللغات البرمجة المستخدمة عن طريق علماء البيانات، من يعرف ان مع اي لغة من الاوبن سورس؟ بايثون، ار، في commercial software like SAS مثلاً كان موجود. في شركات حاولت أنها تروح عكس تيار الأوبن سورس أو المصادر المفتوحة وفشلوا فشل ذريع. اكتشفوا أنه the only way to go is through open source.
هذا طبعا مثال توضيحي او دراسه عملت على لغات البرمجه المستخدمه مقارنه بين الار والبايثون والساس. اكتشفوا ان البايثون is actually leading to the point انه صار في دراسات خايفه من البايثون. يبقى طبعا معقول، طيب اوكي اوبن سورس والعالم تستخدمه وتحبه، بس انه it's taken over، يعني لازم نعطي الاخرين فرصه. بس بايثون is becoming the language of data science. طبعا for a lot of reasons، واحده منها يمكن طلاب الجامعات يستخدموا البايثون كتول سهله واوبن سورس، فصار لها نوع من البروجرامز او تريننج كورسز اعطيت للناس. مقارنه من ناحيه الفئات العمريه لاستخدام لغات البرمجه، سو عندنا ستودنتس فيرسز وركينج بروفيشنالز. لو تلاحظون الفئات العمريه اللي بالكوليدج او الناس اللي لهم 3 أو 5 سنوات يستخدمون الداتا ساينس، تلاحظون انه في بروميننس او دومينانس من ناحيه الار والبايثون، ولكن الناس اللي لهم اكثر من 21 سنه ما زالوا متعلقين بالكوميرشال سوفت وير او بالتطبيقات التجاريه زي الساس. وهذا يوضح برضو دومينيشن تبع الاوبن سورس. لو طلعنا عليها باي اندستري او عن طريق طبيعه العمل مثلا، لاحظ انه مثلا او قطاعات، لاحظ انه التليكوم مثلا او الكوميونيكيشن الار والبايثون مسيطر فيها، بينما الفارماسيوتيكال او المجال الصحي او الطبي لاحظ انه الار والبايثون والساس ما زال في نوع من الوجود. فبالتالي هي عباره عن تحول وتغير قاعد يصير، سبق في قطاعات وسبق لفئات عمريه معينه عكس 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 غيرهم. طيب اليوم اذا بغينا فعلا نعمل فريق عمل يساعدنا في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، نحتاج كولابوريشن. بس قبل ما ندخل موضوع كولابوريشن، موضوع التعاون، لازم نفهم البروفايل. البروفايل we've always known that data scientist يتوجهون دائما جهة، أو علماء البيانات يتوجهون جهة الموديلينج، سو بناء الخوارزميات، لغات البرمجة والبرمجة بشكل عام، إدارة البيانات، الإحصاء والرياضيات. عندنا طبعا محلل الأعمال، يمكن business analysis كان لها وقع مرة كبير في السوق قبل فترة، أعتقد ما زالت مستمرة، ولكن البزنس أناليست يتجهون إلى البزنس نوليدج، بس إنهم ما هو مطلعين بشكل كبير على البروغرامينج والموديلينج والالجوريثمز. السيتيزن داتا ساينتست هو عبارة عن بروفايل، أنا أعتبره بروفايل ناشئ أو إميرجنت بروفايل، اللي هو حقيقة يعكس الناس المهتمين بعلوم البيانات ولكنه ما يبغى يتعلم كود. يقول أنا أبغى دراج أند دروب، عندي انا عندي البزنس نوليدج واشتغل مع البزنس اناليست، بس انا ما احتاج تعطيني جوبه النوت بوك وتخليني اكتب بايثون. I don't want to write python. اعطيني فيجوالايزد انترفيس اقدر استخدمها. فاحنا في اوراكل وشركات الاخرى اعتقد اليوم صاروا يعملون ديستينجويشن ما بين السيتيزن داتا ساينتست والاكسبرت داتا ساينتست. تمام، هذا مثال برضه يوضح السكيلز. لما نطلع على عالم البيانات دائما يكون اكسبرت او خبير في اللغات، المهارات التطوير ولغات البرمجة، الكودينج، ولكن والبزنس نوليدج عنده نوعا ما ليميتد. فيرسز تحرك البزنس أناليست دائما ينطلق من كونه محلل أعمال أو محلل بيانات، وينطلق ويبدأ رحلة علوم البيانات بيكونه سيتيزن داتا ساينتست. فدائما عنده سكيلز في داتا ساينس متوسطة، الكودينج ما عنده كودينج سكيلز، بس دائما عنده نوع من البزنس نوليدج. هذا الديستينجوش مهم حتى للشركات، ولو عندك حتى لو بعضكم نوى انه يعمل ستارت اب او تو جوين ا كومباني ولا اورجانيزيشن، اولويز نو وير يو وان تو فيت. يو وان تو ليرن كودينج، تبغى تتعلم برمجه، تبغى تكون نوع من الدراج اند دروب فيتينج ذا سيتيزن داتا ساينتست. طيب شغله مهمه جدا لانجاح اي فريق عمل في علوم يتخصص في الذكاء الاصطناعي علوم البيانات، لازم تحقق 4 شروط. الشرط الاول ريبروديوسابيليتي، او القدره على اعاده انتاج المودلز والبيانات. يعني مثلا لما زميلي عالم بيانات يعطيني موديل، اقدر اعيد انتاج او اعيد تشغيل هالموديل هذه. الشيرابيليتي والريوزابيليتي، اعاده الاستخدام والمشاركه. اداره التيم والدوكيومنتيشن، خشهم مع بعض. طبعا هذا اتسفوني كوت باي داتا ساينس مانجر يكلم داتا ساينتست، يقول له يا اخي التشيرن موديل، عندنا تشيرن موديل بس اتس نوت وركينج بروبرلي اني مور. من يعرف ايش يعني تشيرن موديل؟ Churn model, no. Okay, so churn model هي عبارة عن خوارزمية تقيس احتمالية رحيل العملاء. الchurn هو مصطلح يستخدم دائما في التليكوم بشكل محدد في شركات الاتصالات. لما يقولون churner، لما أكلم مثلا شركة اتصالات أقول لهم أنا ماشي،
I'm a possible churner, I'm a possible sleever. ففي مودلز, في خوارزميات تقيس اذا الشخص بيرحل ولا ما بيرحل. فهذا داتا ساينس مانجر شو يقول؟ يقول الشيرن موديل حقتنا ما قاعده تشتغل صح, it's not working properly. و the guy who built it, deployed it, left the company 6 months ago. I don't remember where he put the code. Please fix this as soon as possible. كثير من الشركات وكثير من المنشآت تصير فيها هذه المشكلة. واحد يسوي الموديل, he coded it, ما حط فيها documentation, مشى, ما حد يقدر يلقط الشغل من بعده ويعدل عليه. الشغلات اللي دائما تترك وتعد لأجل reusability والshareability أو المشاركة غالبا تكون هي المودلز, الخوارزميات, data sets أو البيانات, source code, so الكود أو الكود المكتوب, والcomputing environment, هل هي cloud containerized على docker and so on. مهم جدا نفرق بين الأربعة هذه. ممكن برضو نشوف هنا موضوع separation. لازم المنظومة أو الشخص أو data scientist يعرف هل هو قاعد يشتغل في بيئة اختبار ولا بيئة production. هل أنا قاعد أشتغل على مستوى بيانات millions of records ولا قاعد أشتغل على لابتوبي على الديسكتوب تبعي وأعمل بإكسل فايل أو CSV فايل صغير. So really make sure أنه أنت أو أنت تفرقون ما بين different environments. برضو أنواع الداتا لازم تعرف what kind of data you are sharing, different models and different source code. هذا separation جدا مهم, وهذا الفصل جدا مهم لإنجاح التعاون ما بين أعضاء فريق علم البيانات والذكاء الاصطناعي. الدوكيومنتيشن برضو جدا مهم, استخدام الدوك سترينج. أقدر أقول اللاين اوف كود هذا يسوي كذا, واللاين كود طبعا اسم بروجرامينج براكتس توقع كنا نعرف عنها. طيب just for the sake of knowledge حبيت اني امر على البريدكتيف موديلنج لايف سايكل بشكل جدا سريع. انا عارف بعضكم يعرف بعضكم, بس I want to make sure that we get this through. انا عشان اسوي موديل احتاج امر بخطوات. الخطوه الاولى البزنس جول. واي, ليش احتاج اعمل الجوريثم؟ ليش احتاج اعمل ماشين, ليش احتاج ابني ماشين ليرنينج الجوريثم او اي اي كود؟ يو نيد تو اندرستاند البزنس جول والديفينيشن, اوكي, اند ذن يو جو ثرو اند ذن يو تيست ثرو ا بروف اوف كونسبت. تمر في عمليه بناء بروتوتايب او يعني نطاق عمل صغير وتجرب فيه البزنس جول او البروبلم هذه. بعدين تعمل داتا رانجلينج او اي تي ال. من يعرف ايش اي تي ال؟ اي تي ال extract transform load tools to create pipelines. تسوي لكم نوع من البايبلاينز وتخلي داتا تمر في نوع من التحول او التعديل او التحديث, and then you select the features. So let's go through the process مع بعض. اول حاجه نعرف المشكله, وين البيانات, هل عندنا البيانات الصحيحه عشان نعالج المشكله هذه, هل نحتاج to annotate الداتا, نحط نوع من الكومنتس او التعليقات على البيانات عشان نعرف صحتها من عدم صحتها, هل الداتا موجوده في usable state, هل هي قابلة للاستخدام. كل الأسئلة هذه تحدد ما إذا كان ما كانت البيانات اللي عندنا جاهزة ولا لا لعمل خوارزمية أو عمل خوارزمية ذكاء اصطناعي أو AI model. الـ ETL tool طبعاً it goes through حاجة اسمها data wrangling. أحتاج أخذ البيانات أعدل عليها, أعمل عليها join, أنظفها, أحطها بطريقة جداً مناسبة عشان الداتا لما تكون أفضل وأنظف يكون الريزولت تبع الموديل أعلى. من يعرف إيش يعني داسك؟ داسك, any hands هنا؟ no, okay. طبعا انا ما تكلمت عن هدوب لان عندي assumption ان كلكم تعرفون هدوب. Yeah, okay. داسك is just similar to Spark. It's an Apache project, مشروع طلع من Apache, very very smart. It's a computing framework, احنا نستخدمها طبعا بعض السيرفيسز في اوراكل, similar to Spark. هدوب طبعا معروف. So you can use any, طبعا انا جايب الاوبن سورس عشان اوضح لكم انه التكامل مع الاوبن سورس جدا مهم. You can use any of those tools. كنت تستخدمون داسك او سبارك او one of the mapreduce jobs الموجودة بهدوب, تعدلون البيانات وتحطونها في حالة قابلة للاستخدام. بعدين اوكي, بعدين we select features. الفيتشرز هي خصائص اللي راح تساعدني في الاستقراء او في الخوارزمية تبعي. من يعطيني مثال على فيتشر؟ كمان علي. انا مثلاً so we have age for example, marital status. أعطيكم مثلاً لو أخونا ياسر سوى خوارزمية استقراء, كم عدد اللي بيحضرون اليوم؟ تنبؤ, عندي numeric prediction أبغى أسوي accurate يعني 60%. Yeah, so مثال, هذا المثال يعني الفيتشرز اللي ممكن ندخلها للموديل, أعمار الناس المسجلين, تخصصاتهم,
هل عندهم بريفيس هيستوري، يجون ما يجون، يمكن بعضهم يسجل ما يحضر، هذه يسمونها الفيتشرز. بس في فيتشرز ما لها علاقه، واحد لابس طوق شمال ولا ملابس شمال، يمكن يجي يمكن ما يجي، ما اتس نوت ريليفنت. سو اختيار، دائما اختيار الفيتشرز او الخصائص جدا مهم وفيري ميتيكولس، يعني تاسك يحتاج انكم تستخدمون الاندرستاندينج اللي عندكم. احيانا الهيومن اندرستاندينج مهم هنا، يعني مثلا علاقه حضور الناس لوحده من فعاليات موسم الرياض مرتبطه بالجو، مرتبطه بايفنت ثاني صاير، بس ما له علاقه ان الشخص يلبس جاكيت ولا ما يلبس جاكيت. تمام، سو فيري امبورتنت ستيب تو سيلكت ذا فيتشرز. بعدين نعمل هذه مجرد معلومات فور شيرنج، امبيتيشن، نورماليزيشن، انكودنج، ديمنشياليتي ريدكشن، تعدلون من البيانات وتحطونها بالشكل المناسب. طيب ما ادري اذا معنا اطباء ولا لا، بس اي احد يطالع الصوره هذه ما يعرف مين فيه نمونيا من ما فيه نمونيا، من عنده التهاب رئوي في الصدر من ما عنده. سو احيانا تحتاجون حاجه اسمها داتا انوتيشن. في سيرفيسز موجوده اونلاين، في ناس يقدمون هالخدمه. بكل بساطه تاخذون الصور او المعطيات او الداتا اللي عندكم، تعطونها شخص خبير يقول لكم هذا فيه نمونيا هذا ما فيه نمونيا، عشان الموديل تتغذى ببيانات صحيحه. بعدين نختار الموديل، وش المشكله اللي عندنا، هل هي كلاسيفيكيشن، هل هي ريجريشن او بريدكشن، هل احنا قاعدين نطلع مالتي كلاسيفاير ولا باينري كلاسيفاير. تحددون نوع المشكله، هل هو استقراء رقم معين في المستقبل. وبعدين تعملون ايفالويشن للموديل. طبعا الايفالويشن يصير ثرو ا لوت اوف كرايتيريا، ما راح نمر عليها بشكل سريع. بريسيجن اف 1 ريكول، اول شير طبعا بشير معاكم لينكس تو ريد مور اباوت ذس ستاف، تقرون عنها تتزودون فيها. بس بشكل عام نحتاج نعمل تقييم للموديل، هل خوارزمياتنا صح ولا ما هي صح، هل هي تطلع، هل الكواليتي حقتها او جودتها ممتازه ولا لا. هذا مثال على الموديل انتربريتيشن او شرح الموديل جدا مهم. هذا هاسكي كلاسيفايد از وولف، تمام، هو عباره عن هاسكي، ولكن الموديل طلعت انه ذيب. ليش؟ لانه كل الصور اللي فيها ثلج كانت كلاسيفايد از ذيب او وولف. سو ميك شور انك بعد يو انتربريت ذا موديل فيري ويل. Interpretation is very important of the model to know أن أحيانا الموديل أو الخوارزمية قد تعطيك النتائج ما هي صحيحة. بعدين طبعا اختيار الموديل، بعدين طبعا استخدام الموديل، هل تبغونها real time ولا batch؟ batch يعني تنتظر نتيجة الموديل أو الخوارزمية، تنتظر بكرة أو بعد أسبوع. real time أبغاها الحين. أعطيكم مثال، رحتوا مثلا على شركة اتصالات تبغون تطلعون شريحة بباقة مرتفعة، والشخص اللي جاي يقدم على شركة الاتصالات عليه قروض غير مسددة وعنده مشاكل مالية، ممكن البنوك تقدم الخدمة ريل تايم. مجرد ما تروح للايجنت داخل الاي دي، هذا حاجة اسمها فاينانشال كريدت سكور، السكور حقه مرتفع او نازل. هذه شغلات ما تنتظر لان فيها بيع، so it has to be real time. بس في شغلات ممكن تنتظر، يعني عدد الناس اللي يكون يحضرون بكره وبعده، we can moderate over a week over a month and so on. experimentation، الداتا ساينتست دائما او عالم البيانات او مهندس الذكاء الاصطناعي يحتاج انه يعمل نوع من التجربه، يجرب الموديل اكثر من مره لين ما يوصل لنتيجه مرضيه. واخر شيء طبعا المونيتورينج، هل الكواليتي حق الموديل قاعد ينزل ولا ما ينزل. كثير من المشاكل قاعده تصير اليوم انه الموديل مع الوقت يصير فيه نوع من البايس او احيانا او التحيز، تعطي نتائج غلط، او احيانا الكواليتي نفسها تنزل مع الوقت في الاخير. تمام، بعدين you either retire or retrain the model. Now انا بس جاي عشان انا مريت على هذه، هذه يبغى لها زي نو يبغى لها 14 اسبوع يا فانا بس حبيت اعطيكم الاوفر فيو عن الموديلنج لايف سايكل. واكيد حيكون في اسئله، بس ليتس كي خلي الاسئله للاخير، وحيكون في اوبن ديسكشن. ليتس جو ثرو ذا يوز كيسز، كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي، وين ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي. طبعا يستخدم في البزنس بشكل عام، رفع الارباح، تقليص التكاليف، زياده الانتاجيه، تحسين او اتمته الاوبريشنز او يسمونها العمليات. طبعا يقدر البنفيت لاستخدام الذكاء الاصطناعي او علوم البيانات ب 5 تريليون. اذا طبعا 1% من most significant data initiative، لو شركات استثمرت 1% من الانيشيتيف تبعهم او المبادرات راح يحصلون هالادفانتج. داتا ساينس مهمه في اكثر من او علوم البيانات مهمه في اكثر من مجال. يمكن هذه بعض اليوز كيسز. لو طلعنا على الفاينانشال سيرفيسز او الخدمات او القطاع المالي والمالي والمصرفي، واحده من اهم الفرود ديتكشن، سو التعرف على الغش او التلاعب او الاختلاس.
من يعرف ايش يعني فيرتشوال اسيستنت؟ نو يا يا فيرتشوال سو لايك ا تشات بوت اور ا ديجيتال اسيستنت. بدل ما تكلمون موظف يو جو اونلاين يو توك تو سمون، تكلمون شخص يرد عليكم اوتوماتيكلي. Also NLP natural language processing على الكونتراكت او على العقود، وكنت تتعرف على الباترن، تتعرف على 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 الغش التجاري and so on. طيب من يعرف هذا الشخص؟ ياسر لا لا هذا موجود يا الصوت طبعا طلع من عندي. This guy's name اسمه بروفيسور ديفيد كوب. تسمع الموسيقى ولا ما تسمعونها؟ You can. So أنا أول ما سمعت الموسيقى قلت واو very nice music composer، هذا واحد مبدع في الموسيقى الكلاسيكية الجميلة هذه، تمام. However بروفيسور ديفيد كوب كان يبغى يسوي ميوزك مع شخص صديق له كأوبرا وفشل فشل ذريع. راح وسوى AI كمبيوتر بروجرام يسوي ميوزك، اوكي، وسمى إيميلي هاول. And the music I just played you قبل شوي is done by the AI program. طبعا في مغنين كثير وموسيقيين رفضوا انهم يعزفون لها الاي، قالوا ليش تفوق علينا الاي اي، بس عنده مقاطع يعني إيميلي هاول عنده مقاطع رائعه. طبعا عرفت بانها the first musical intelligence او AI musical intelligence ever. طبعا يمكن تعرفون الجهود المبذولة عندنا في المملكة اليوم في مجال الاي اي. ما يخفى عليكم يعني الذكاء الاصطناعي اهميته في المملكة والتحول الرقمي الموجود على مستوى المملكة ورؤية 2030. طبعا احنا جبنا صوفيا واعطيناها citizenship as a robot. يمكن هذا خبر جدا جميل بعد، هذا يمكن as fresh as today I think. كاوس احتفلوا بأول self driving bus. تفضل يجيبون قريب. اوكي حركت عليكم ولا excellent اي ممتاز. وفي تعاون اعتقد يس تعاون مع سابتكو مع كاوس مع الاتحاد ايضا. ان هذا طبعا عملوا هم تو سيلف درايفنج شاتلز اولي ان ايزي 10 كومبليت اوتونوموس كومبليت سيلف درايفنج باص، يعني يسوق نفسه يوجه نفسه يوقف نفسه ما بدون تدخل بشري. طيب بعض المخاوف والمخاطر الموجوده وبعض برضو التهيؤات عند الناس عن الذكاء الاصطناعي مهم احنا نتطرق لها. هذه الصورة طبعاً ما هي شيء جديد علينا، يمكن مع الثورة الصناعية الثالثة مع قدوم الثورة الصناعية الرابعة، بس كنا مع الثالثة أولاً مع دخول الروبوت صار فيه assembly lines، صار فيه روبوتات تسوي عجب عجيب يعني. I'll show you some examples. طبعاً كانت كلها around the factory worker وكانت تعمل نوع من الأتمتة لبعض أعمال المصانع. طبعاً فيت انتسيبيتد انه تقريبا 20 مليون وظيفه مصانع راح تستبدل بروبوتس بعام 2030 حول عام 2030. ففي مخاوف كبيره اليوم موجوده في العالم في الماركت انه هل وظائفنا بتروح، هل الروبوتس ار تيكن اوفر. يمكن الموفي اللي وريتكم في البدايه يتحقق يصير فيه انفستيجيشن ما بين رجل الي ورجل امن، وي نيفر نو. ولكن شوفوا هذا المثال مثلا، هذا الروبوت يبني بيت خلال 3 ايام. As fresh as of yesterday, pizza pie in the sky, an Irish company أخذوا طبعاً ترخيص إنهم يشغلون الدرونز across Ireland، وقرروا طبعاً جاهم fund around 4.7 million pound إنهم they deliver food باستخدام الدرونز across كل Ireland. فروبوتس are doing magic، والماجيك هذا يمكن محدود بسكوب. خلونا نحاول نفهمه أكثر. طبعاً السؤال هل الروبوتس أو هل الـ AI بيكون هو فعلاً الموظف الجديد؟ مثل ما شفنا على السلايد كل نيو إندستريال روبوت راح يمسح approximately 1.6 manufacturing jobs
1.7 مليون من وظائف المصانع اوريدي لوست للروبوت من عام 2000، 400 الف وظيفه في اوروبا، 260 الف في امريكا، 550 الف في الصين. طبعا متوقع انه هذا الاوتوميشن او الاتمته هذه راح تخلق فرصه في السوق بما يعادل 5 تريليون، ان ادش طبعا كاضافه للجلوبال جي دي بي، معناها راح يكون في وظائف ثانيه تخلق. طبعا يعني الاكسبرتس يعتقدون انه ات جلوبال ليفل الوظائف اللي راح تفقد راح يكون ما يعادلها من الوظائف اللي راح تخلق. هذا مثال على الوظائف اللي راح تفقد، فعندك الانجريفر مثلا، هذا الحفار، الشغلات اللي فيها فول اوتوميشن او اتمته عاليه. طبعا فيها برضو نسبه البروجكتد ديكلاين والسالري اللي راح يروح من هذول الناس او الاكسبكتد تو ديسابير. بس واي الخبراء او بعض الخبراء في الطرف الاخر يعتقدون هذا الكلام غير صحيح؟ اول حاجه سمعتوا عن وظيفه ديجيتال شانلز مانجر او مدير قنوات رقميه. قبل الانترنت ما كانت الوظيفه هذه موجوده. اليوم الفارمينج والمزارع وال يعني تكاد تكون بنسبه 90% إلى 100% احيانا تكون اوتوميتد ومؤتمته بشكل كامل، والمزارعين ما عندهم مشكله. الكهرباء لما جت الناس خافوا منها في البدايه، كان في واحد يمشي بالسراج، ما لحقت على هالكلام، ولكن يقال انه فعلا كان فيه السراج هذا يمر على البيوت يضوي على الناس. جت كهرباء، صار في ناس تقرا العدادات، صار في ناس تتعامل مع الكولكشن، تتعامل مع الدت، تتعامل مع الموظفين او عفوا مع انقطاعات التيار الكهربائي. فمتوقع فيه وظائف انترستينج راح تطلع. ديتا ديتكتيف، متحري بيانات، برينج يور اون اي تي فاسيليتيتور، اثيكال سورسينج اوفيسر مثلا، تشيف تراست اوفيسر. لما نعمل اوت سورس لكل عملنا للروبوتس، الخوارزميات الذكاء الاصطناعي راح يكون يحتاج تشيف تراست اوفيسر او واحد يأكد ان موضوع الثقه. So the battle is actually happening. So في تحدي كبير ما بين الذكاء الاصطناعي والإنسان. So أحتاج أنا بس جواب. عندي سؤال أحتاج جواب. وش الفرق بين الإنسان والآلة؟ What's the most unique؟ وش الشيء المميز اللي يتفرد فيه الإنسان؟ إبداع. Self learning. Rationality. ها؟ اوكي ما يشتغل الا مع الانسان ولا يشتغل بدون الانسان؟ اوكي يحتاج الانسان. طيب وهذا اللي كان يقابل معه ويل سميث، هذا ولا موفي هذا؟ اوكي ذاتس ا جود بوينت. يس اوف كورس، احنا اللي سوينا الاي اي، احنا سوينا الذكاء الاصطناعي. المفروض طبعا اتوقع انتم ما تكلمتوا عن السلايدز اللي عندي، ولكن اول حاجه مهمه في الانسان موضوع الامباثي. يعني في شغلات كثيرة بحياتنا احنا نسويها بيكوز احنا نحب الناس او نحب الاشخاص او المنشأة، او نحب فعلا الايموشن يكون هو الدافع الاساسي في 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 ما نعمل. المحاولات القائمة اليوم على حول العالم عشان يعملون بروجرامينج للوعي او بروجرامينج، طبعا يعني بروجرام الوعي والمشاعر، تكاد تكون الى حد كبير فاشلة. يعني الروبوت او الخوارزمية الذكاء الاصطناعي يتعامل مع logical أو very determined set of rules what ifs. إذا مثلا تبغى تبني بيت these are the measurements, so very logical. فempathy is big. creativity، احنا ناس نعمل مثلا في وظائف كثيرة اجتماعية، وظائف كثيرة تتطلب تفكير خلاق وتفكير ابداعي. الخوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت ما تستطيع. الكريتيكال ثينكينج شيء جدا مهم، موضوع التفكير الخلاق او الكريتيكال ثينكينج، الاستنباط مثلا، هذا شيء جدا مهم. التحديات هذه طبعا تقودنا لشيء اسمه جنرالايزد اي اي. من يعرف ايش يعني جنرالايزد اي اي؟ نارو اي اي. طيب جنرالايزد اي اي هو عباره عن ذكاء اصطناعي، سموه جنرالايزد ذكاء اصطناعي او العام. المفروض او يعتقدون انه راح يستطيع يجاوب على كل شيء، كل شيء، أي وقت، بأي كمية، بأي شكل، تسأل سؤال يجيك. وهذا واحد من الميثس الموجودة اللي محتاجين نعمل لها هايلايت. حقيقة ما يعني إحنا اللي نعمل الذكاء الاصطناعي، وإحنا اللي المفروض ندرب الذكاء الاصطناعي، ولا يوجد
ما يوجد شيء اسمه جنرالايزد اي اي. يعني الخبراء يقولون احنا بعيدين تماما، يمكن 100 سنه او 70 الى 100 سنه من الان، ما زال الذكاء الاصطناعي يتعامل مع وات اف، اف ذس اف اف ذس اف ذن اف ذن، يتعامل مع لوجيكال سيت اوف رولز. ما زال يعني في، ما زلنا في مرحله نوت بيفيتال، ما هي محوريه لسه. طبعا مهم جدا نتكلم الحين عن هذه التحديات، كيف انا طبعا انا افترض ان في معنا اليوم حضور من الانتربرايز او من الشركات، فكيف نسرع عمليه الادوبشن او تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات؟ تحتاج فريق، تحتاج تقنيه، تحتاج تكنيك. الحاجه الاولى التيم. سو بدون سبونسرشيب، بدون دعم من الاداره العليا، من السي ليفل، من اللاين اوف بزنسز الموجودين، من الاي تي او فريق عمل الاي تي، من الاب ديفلوبمنت، اتس اولموست امبوسيبل. التكنولوجي جدا مهمه، فبتحتاج تتعامل مع الفول ستاك، غالبا يكون كلاود بيست او حوسبه سحابيه، لان الحوسبه السحابيه تمكن الوصول لهالتقنيات بشكل اسرع. ممكن تتعاملوا معها اون بريمس او على الديسكتوب تبعكم، على سيرفر في السيرفر روم تبعكم، بس استل الوصول لهالتقنيات مثل زي مثلا الاي اي، اذا عندكم مثلا بلوك تشين مبني على الاي اي او اوجمنتد رياليتي او فيرتشوال رياليتي مبني على الاي اي، افضل شيء انكم تروحون للحوسبه السحابيه، وهذه تعتبر انيبلر او اكسلريتر مهم. طبعا برضو الانكوريجمنت سنترلايزيشن للورك فلو والانكوريجمنت للكولابوريشن ما بين الاي تي والداتا ساينس تيم، لانه فريق علوم البيانات يحتاج فريق تقنيه المعلومات، وفريق تقنيه المعلومات يحتاج فريق علوم البيانات، وكلهم يحتاجون فريق البزنس. فلازم يكون في نوع من الورك فلو او طريقه عمل او خطه عمل موجوده وبروسيس. طبعا امبريسنج اوبن سورس، اي كانوت ستريس ذس يعني اباتهم انف. اوبن سورس او مصدر مفتوح مهم جدا، بايثون، سبارك، داسك، all these tools الموجودة اللي لازم يكون في لها نوع من التبني. طبعا برضو encouraging أو تحفيز الستاندرز أو المعايير to succeed. التكنيك مهم جدا نتكلم على efficiency. فطبعا يعني تقليل الاد هوك أو تقليل الطلبات الغير متوقعة الراندوم، هذا مهم as much as possible. كل ما كان في ستريم لاين، كل ما كان في البروسيس أو عمليات الإنتاج المودلز أو الداتا ساينس أو خوارزميات العلوم البيانات، كل ما كانت مؤتمتة كل ما كان أفضل. تكلمنا على الجوفرنس والستاندرد، إنوفيشن والابتكار. الابتكار يمكن اليوم منصات الابتكار اليوم في السعودية ما شاء الله يعني في ازدهار رهيب، شركات كثيرة وإحنا منهم طبعا قاموا بإنشاء منصات أو مراكز ابتكار لتبني الأفكار، دعم الستارت اب كوميونيتي أو دعم رواد الأعمال. والإنوفيشن طبعا مهم جدا. إحنا عندنا طبعا برامج بنتكلم عنها بعد شوي، وصلنا مرحلة إن ما عاد سميناها ديزاين ثينكينج، سميناها ديزاين دوينج. فانتقلنا من مرحلة إني أنا أسوي لك بروتوتايب وسكتش على بيبر، إلى إني فعلا أطلع لك تطبيق ذو سكوب محدود أو نطاق محدود ويعمل باستخدام التقنيات الناشئة وخصوصا الـ AI. طبعا delivery هذه واحدة، يمكن قبل العام كنت في event اسمه Big Data LDN، يقام كل سنة في بريطانيا في نوفمبر 13-14 نوفمبر 13-14 كل سنة. خبراء وعملاء للـ AI والداتا ساينس يجون يتكلموا عن تجاربهم، كلهم أجمعوا على مشكلة اللي هي مشكلة نقل خوارزميات اللي انشئت في بيئه التجربه او التست اند ديف الى البرودكشن، البرودكشنايزيشن يسمونها، نقلها وبعدين استهلاكها. اوكي انا سويت موديل طلع لي عدد، يتنبأ لي بعدد الناس اللي بيجون للايفنت اليوم، طب كيف استخدم هذا الموديل؟ احطها في تطبيق، في داشبورد، احطها في 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 امبيدد ويذن ويذن مثلا ان اي بي اي. يعني really مهم جدا موضوع الاستخدام ونقلها الى البرودكشن انفايرمنت. طيب اعتقد مهم جدا نتكلم عن دورنا احنا كمان في اوراكل عن داتا بلاتفورم، واحنا فعلا مش قاعدين نسوي في مجال الاي اي. احنا نقدم طبعا في اوراكل الان تو اند يسمونها الداتا ساينس او الاي اي بلاتفورم، من مصادر البيانات الى نقل البيانات، سواء كانت ستريمينج اجيب الداتا الان ريل تايم او باتش اوف لاين اعملها مايجريشن وانقلها،
ممكن تحط البيانات هذه تبعك في داتا ليك as an as a big data instance، تستخدم فيها سبارك او اتش دي اف اس او هدوب مثلا، او تستخدم الاوتونوموس داتابيز. يمكن ما ادري من سمع منكم عن الاوتونوموس داتابيز. اوكي سو قواعد البيانات اليوم تدار عن طريق مدير قاعده بيانات، سو داتابيز ادمن، مطور قواعد بيانات، يسوي الجداول، يسوي الفيوز، يسوي الريليشن شيب حقه قاعده البيانات. احنا سوينا داتابيز اوتونوموس، فولي اوتونوموس، سو احنا نسميها سيلف درايفنج، يعني تقود نفسها، سيلف ريبيرنج تصلح نفسها، ان سيلف سيكيورنج وايضا تحمي نفسها. يعني لو في داتابيز بريتش او مشكله مثلا او خلل امني او ثغره امنيه صارت في استراليا او في سنغافوره او صارت في المكسيك، ناخذ الباتش حقها ونطبقها على الداتابيز. فانت تاخذ اخر داتابيز عليها كل السكيورتي باتشز المطلوبه. طبعا بالاخير راح تستخدم اناليتكس وديتا ساينس. احنا تقريبا قبل 6 شهور او فيها وي اكوايرد بلاتفورم اسمها داتا ساينس سيرفيس، datascience.com. اوكي كومبليت يعني منصه اداره لخوارزميات علوم البيانات من الان تو اند كامله، وهذه ان شاء الله افيلبل، وحتكون افيلبل كمان في مركز بيانات تبع اوراكل اللي حيكون في السعوديه ان شاء الله قريبا. طبعا هذا برضو جهد برضو يعني جدير في الذكر، وندعو الجميع اللي بالتعاون برضو مع الاخوان في الاتحاد ان احنا ممكن نعمل معكم زياره للانوفيشن هاب او مركز الابتكار عندنا، ونعمل من خلال ديزاين ثينكينج، ديزاين وركش، ديزاين دوينج مثل ما نسميها، انوفيشن سيشنز، ونقدر نطلع بافكار نطبق من خلال الذكاء الاصطناعي. هذا المركز افتتحناه في ابريل السنه هذه، والحمد لله يعني سو فار حتى نقلنا بعض الستارت ابس او بعض رواد الاعمال على منصه اوراكل على الاي اي والكلاود. هاو تو جيت ستارتد، اللي حاب فعلا تقدر اليوم تدخل على الاوراكل ويب سايت او موقع اوراكل وتعمل ساين اب وتلتحق برنامج اسمه فري تير. فري تير يعني تستخدم الكلاود فور فري مدى الحياة. ها؟ يس. طبعا هذه احنا اعلنا عنها في سبتمبر في اوبن وورلد، ومهم جدا، والهدف الاساسي مو تسويقي، الهدف الاساسي ان احنا نعطي فرصة للمطورين، للطلاب، لرواد الاعمال انهم يجربون افكارهم على بيئة حوسبة سحابية ونعطي فيها كل الخدمات. طبعا it's easy, you just need to sign up, put some information and then off you go. تبغى تقول شيء اخوي ياسر؟ طيب انا عندي لكم خبر، انا خلصت. هذا خبر غير سهل، كنا مستمتعين جدا. يا جزاك الله. قبل ما ندخل في فقره الاسئله، تحيه كبيره للاستاذ خالد.